بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المعاد، بارك الله تعالى يا أنا وإياك. لباري صفات باري تعالى لناو أهل السنة دا سي مذهب هيا باشا؟ لباري صفات ثبوتية ذاتية أو صفاتاني كداري وجود محمولين زائدا لسر ذات باري تعالى وقائما بذات باري تعالى وأزلين هروكو ذات باري تعالى أزلية أوانج أزلية لأهل السنة لباري أو صفاتنا السيديد له ديار أو صفاتنا هر أهل السنة في قائلا إذي أهل اعتزال في قائل نين أهل السنة في قائلا زور شاكا كأهل السنة إش في قائل من دستي دستة دستي كان في أنوايا فقط حود دان الصفات لصفات باري تعالى حوتيان آوان ك زائد بن لسر ذات باري تعالى لا هو ولا غيره بن داري وجود محمولي بن قائم بن ذات باري تعالى وأزلي بن أواني تر أمور اعتبارين أواني تر هم يعني تعلقات أو صفاتان أمور اعتبارين حالي عرزن بو يعني صفات سلبين وكو واحد وكو قديم وأوان تيجيشتن أو أشاعر ومعتقدة دستي كتل لأهل السنة كما تريدين دلين أو حوتنا كخين ما عندي علم حياة وقدرة وإرادة وسمع وبصر كلا دستة كتر كما تريدين دلن بيجي لو حوتنا صفتك ترجها يا بناوي التكوين كأو صفتش صفتك دواقع دا ذاتي ثبوتية صفتك الذاتية يعني بملاحظة ذاتي باري تعالى بوي ثابت أنك بملاحظة تعلق بشتيو هر صفتك صفت مقائمة بذاتي باري تعالى و ثبوتية داري وجود محمولية زائدة لسر ذاتي باري تعالى وقائمة بذاتي باري تعالى أوش كتشية صفة التكوين حاليا أوش قصي ما تريد بس كوابو باري تعالى هجدان صفة آواي هيا كباس من كيدي دستيكي تر لعلمايا بعضي لعلماي ما وراء النهر بعضي للصوفية بي معتقد بعضي للصوفية ناكهموي معتقدا ك صفات ذاتي ثبوتي باري تعالى كقيام بذاتي باري تعالى وهبي زائد بنص ذاتي باري تعالى داري وجود محمول جبن وازلي بن هجدان نين بلكو زور زور ترن او صفاتان يبكو صفه احياء اماته ترزيق تدغن هرشي او صفاتان هن هر هم يان بيانوا هل يك صفتك صفتك جيال صفاتك احياء صفتك زندو كردن مبدأك هيا حاليها كأو باري تعالى بوسيلي أو مبدأيا إحيا دكاشتي زندو دكاتن كنابت صفة قدرته وانا صفتك جدا دي إما تجهروالا ترزيق جهروالا تخليق جهروالا هرشي فعلي باري تعالى حسابك هر كم لو فعلانا مبدأك هيا فعلك بخوي أموري أمري أتباري مثلا قدرات شي أجلتو قدرات او قدرات فقد او دغريته وكباري تعالى لا ازل لا بوسيله قدرات وايل مخلوقات كردوا كبت وانا لا خدا صاد استعداد وانا بلا خدا صادر بن او كاري قدرته كاري احياء وياك صفتك وايا كباري تعالى بالفعل شتي في زندودك ايجاديك نفي زندودك حياتي في دبخشنك ايجاديك ايجاد شيا صفتك كباري تعالى بواسطه او صفته اشتكي بالفعل خلق دك وكو حجري خلق كردوا بصفتي ايجاد تدكن شنا لاي مدى باري تعالى بشان صفته تعلقي بايما وهي بصفتي قدرات لا ازل وايما والي كردوا كايما امكاني وما انهبتا كالذات باري تعالى صادر بين او بصفتي قدرات بصفتي اراده ترجيح وجود ايما دا وبس العدم ايما دا بصفتي ايجاد ايما خلق كردوا بصفة إحياء حياتي بأيما بخشيوه خلق كمان أوكل عدم هاتن بوجود بصفة إيجاد بصفة تكوين أدي أوكل حياة داري حياتين وكو جماداتن وكو دارو بردو أوانانين أو بصفة إحياء هرشي أو فعلاني كلا قرآن وحديث داهن هر كم لو فعلانا مبدأك هيك أو مبدأ دبيت مبدأ بو أو فعليه أو مبدأ دبيت الصفة باري تعالى يعني مثلا قول الصفة باري تعالى بنهايته أفعالي باري تعالى بنهاية هر فعلك لو فعلانة شيء مبدأك هيك دبيت الصفة باري تعالى بلام أو قول قولك زعيفة أو قول زعيف تريني قولك أنا بلام هل أهل السنة شيء هر قولي أهل السنة تدقى قالت بصر جزء كلا ما تريدين يا أشعي يا ماني
ننيدي من السر هذا أهل سنة لما تريد ولا أشعري بلام ألون ديدا نبقسي إمامي أشعري نبقسي إمامي ما تريدين رفتار نكردوا هل يعزم بو؟ نزاعي إصلاحية نا إصلاحية أم بإصلاحي خوي جي من بيجم تكفينا ويجم بيجم قدرت وعنياك فهو دلما بإصلاحكم أو دلما باري تعالى يك صفتي هي دو كاري بيدك أو دلما باري تعالى دو صفتي هي نيك يك صفتي هي أشعري دلما خدا يك صفتي هي بناوي قدرات دو كاري بيدك هم لا أزال دا ممكنات والدك ممكنة الصدور عن الخالق بان هم لما لا أزال دا بالفعل هربا وصفة خلقي عندك او دلاء امام تريد دلاء نه بصفتي قدرات كاركي دكا كممكنات والد كممكنات الصدور عن الخالق بن لما لا يزال دا كإيجاد ياندكا بصفتي او كاريناكا ادي بصفتي كتر او كاري دكا كصفتي تكوينة كويكن دي مثل قوان بو إيجادكي دي او دلاء بصفتي قدرات نايكا صفتي كتري هيا او كسك بلا يك صفت هيا لقل كسك بلا دو صفت هيا كواني زعيان لفزيه أشعري بقدرتي نا ما تريدي بتكوينها. نعم أشعري دلي يك صفة هي والناوي قدرته أو دلي دوس خو أشعري نالي دوس صفة الناوي هردو كان قدرته. أجي كتبه بلى دوس صفة باري تعالى دوس صفة هن بلى الناوي هردو صفة كان هر قدرته أيش كتبه نا ولا خدا دوس صفة يعني الناوي كي كان قدرته ناوي كان تكينا نزاع كده وبلا بزي. بلى شيخ أشعري دلي خدا يك صفة هي لو باري ده نك دوس صفة. بلان بو صفات دو كارن انجام بده اوي تبدل نخير باري تعالى لو ما بدك ام بحثي لدكين دو صفاتي هي صفتي توانايي هي وصفتك تري هي بناوي صفتي التكوين كشتيبه بالفعل ايجاد دكا هل يعزم بون؟ فهل لفزي نزاك؟ لفزي؟ تقريبا جنا تواني نتحقيقا دا تواني نتقريبا قدرة تعلقات هي أو بتعلق قدراتي دزاني أو بتكويني بأمرك اعتباري دزاني أو يتر بأمرك حقيقي داري وجودي محمولي حساب لك عندي جهرك شان دليل كان دليل يامبيا لبر خاطري أو جهرك شان هر عقائد أهل السنة معتقد بهر كام يامبي لدائرة أهل السنة الخارج نابي لو حوص صفتي رابردودة أجر شوانك كتيدها بيتن بصفتي عندانني بأمر اعتباري عندابني كلا لأهل السنة خارج دبي دبي معتزلي لو حوض صفاتني رابر دودا بلام لتكوين دا آواني أجاب بأمر اعتباري شدابني هل لأهل السنة بأمر حقيقي شدابني هل لأهل السنة إحياء وإماتة وترزيق وتخلي هرهم ويانوان تجي إشتن والتكوين جاء كتمان ما تيني أو كتابك علامي نسفيا ما تريدية بخوي لسلوي درواو تفتازاني بخوش شيئا وشهر ما تريدية بلام لصفة تكوين دا وكو أشاعر فكر دكاتاو ما تفتازاني لصفة تكوين دا وكو أشاعر فكر دكاتاو قصي ما تريديا نقد دكا دلي يعني دواقع دا أولا أويا كأيما شبكين تكويني بعنوان صفتك زائد لسر ذات باري تعالى دانين بأمرك اعتباري دابنين لتعلقات صفة قدرة حسابك لا أشتيت داني شكرا إلا أصول لها تقليدي تدانية تا تلفيق روضة هل يرزم بو؟ تابعين نق مقلدين تابعين يعني شيني وكوي بيردكي نوا باو دليلاني كأو دليل دين تاو إمش إسلال يعني بيدا كين نقصة كي قبول دا كين لبار خاتوي كقصي شيخي أشعارية تقليلاني لفقه هدا وايدي شي إمام شافعي ويكتو منش قبول دا كما دو دليل كش ناكو هل يرزم بو بلام لأصولي دا لأصولي اعتقادي دا واني ألواتا هندق لعلماء تقليد يعني بي دروسة لأصولي جدا حالي هن أكسرية لسريوان تقليد لأمور اعتقادي دا دروز نية وكو شيخي أشعري فكر دا كما وا نقبلي لبر خاطري وي كأواي كتوة أمجوا دلن هل يعرضن بون؟ والتكوينو تكوين كيكي للصفات باري تعالى الذي دقاي ما تريديه وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والتخليق والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك المعنى الذي تكوين المعنى معنى يعني صفتك زائد لسر ذات باري تعالى كقائمة بذات باري تعالى ودري وجود رابطي وجود محمولية الذي أو صفتي أو تويا
كتعبيري اللي ددريتوا تعبيري اللي ددريتوا تعبير اللي بفعل بيدرن فعل أو شهد معناه شيا معناه صفاتي تكوين بخلق ناوي دبن بتخليق ناوي دبن بإيجاد ناوي دبن بإحداث بإختراع ونحو ذلك أو أنا هم وين ألفاظي مترادفة هم وين شنا ألفاظي مترادفة يعني لا تخلق إنك إيجادك هاي تفرق يعني حيتش هل بيجمع معنا نوكو إحياء وإماتة كبل أو لتعلقات تكوين دابري خلنا على ما تريد دل إحياء وإماتة وترزيقان لتعلقات تكوين بلام أعوانا هل مرادي في تكوين حالي أرزم بون فعل خلق تخليق إيجاد إحداث اختراع هموان بوجود هناندن معنا بوجود هناندن هل هموان مرادي في تكوين هميان معناه كي اسميان هي الذي دقاي ما تريديه ومعناه كي حدثيان معنى حدثيان كي كهمان أسركي إيجاد كردن بوجود آوردن حالي هن معناه كي اسميشان هي كشيا صفتك بو باري تعالى كمبدأ لبو أو فعلانة مبدأ بو أو معنى حدثيان حالي هن صفتك باري تعالى صفتك هي بواصله أو صفتنا أو كاري أنجام داداك كاري خلق كردنا كاري إيجاد كردنا بوصلي أو صفته أنجام ميدو ده ها؟ نا خلقة أمري اعتبارية ما أنا كون الشيء غير ما أنا خلقة كده ها؟ آفريدقاري حالي أرزم بوي؟ كتواناي بنايي آفريدقار بودن أو معنى حدث يكي آفريدقار بودن او انا الفاظي مترادفان او انشتا نبوتا تعريفي تكويني نكردوا تفسيري نكردوا تكوين شيا كتي ابو الفاظنا بيان دكري تعبير دكري توا همو يان بيق معنا بيان جري يق معنا دادي او يق معنا شيا دلو ويفسر او تفسيرك تفسير دكري توا او معنايك او لفظانا بوي والله كراون او معنا تفسير دكري توا بشي كمان تكوينك بشي تفسير دكري توا باخراج المعدوم من العدم الى الوجود أبو تفسيره تكوين يا التكوين جاء فعل خلق تخليق إيجاد إحداث اختراع هم يعني هروان ها بمعنى شيا خارج كردن اشتي معدوم لنبون وبرو بون بالفعل كبالفعل لعدم وخارج دك أمن لا تشل صلى الله وبيش خدا واني متعال من كمن معدوم بون من خارج كردوا لنبون وبولاي بون أعوى بيضلن شي تكوين أو كاريا بيدلن فعل بيدلن خلق بيدلن تخليق إيجاد إحداث اختراع جا تشاو اللي ردا نزعنية تيجيشتن خوشي إمام أشعريش أو معنى حدثية إنكارناكا تدقان أويك النزاعي لسراء آية أو كاريا صفتك هي بيت مبدأ بو أو كاريا بيجغل صفتي قدرات يعني هار صفتي قدرات مبدأ بو أو كاريا تيجيشتن جابويا أو تعريفك بلاي ما تريده وكراوة تسامحي تدايا خنال او تكويني كصفتي باري تعالى اخراجك يا خارج كردنك يا بلكو خارج كردن بوجود اوردن اثر ابو او صفته يا ويفسر تفسير دكريته والتكوين كصفتي خدايا دلن شي بصفه تفسير دكنا دلن تكوين صفتك زائد لسر ذاتي باري تعالى وقائم بذاتي باري تعالى بناوي صفتي آفري دقاري كأثر او صفتي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود او التفسيري مؤثر يعني كردوته باثر اقامي اثر لجي مؤثر يعني كردوها هل يعرفون بون ده معنى مصدريك حرحمي اهل السنه في معتقدا اعتزالش في معتقده معنى حدثيك كخدواني متعال معدوم الى عدم را خارج لك بلا وجود خلق لك ايجاد لك مبدأك ايش معتزلي ضل مبدأك ذاتي باري تعالى صفتك نيه اصلا اشاعره ضل مبدئي او كاريا صفتي قدرتي باري تعالى حالي هاي ما تريد لنا ولا مبدئي او فعلي اشياء صفتك بيجقل صفتي قدرات قدرات كاري خوي هيا كاربوردي خوي هيا تكوين كاربوردي كتري هيا صفتك تلا وكاربوردي كتري هيا كنت من كاربوردي قدرات شبو ليو كنت من ليو بخوي بعصي كرم كنتي بجعلها ممكنة الإيجاد من ممكنة الوجود ممكنة الإيجاد من الفاعل استعدادي ويكبتوان اللفاعل صادر به أو استعدادي بيدا كبتوان اللفاعل صادر به أها تكوين شدك
أجاب بالفعل اشتكيل خداوند تعالى بو صفته بالفعل اشتكيل لعدم را خارج دك بولي وجود جا شيخ أشعري في وياه هر دو كاركان بارك على هر بيك صفت ديك كسرتي قدرته صفتي توانائية دو نوع تعلقي هي قدرة تعلقك معنوي هي وتعلقك تنجيزي في شيخ يندو مالا بلام أو في وياه نولا تعلقات قدرات هر همو معنوين إمام ما تريدي تعلقات تنجيزي همو يان تعلقات تكوينا صفة تكوينك أو تعلقات تنجيزية مع قدرة تعلقات تنجيزية أرنية تغاير يان هي شو مغاير يكتر مغاير بمعنى يعني هو يعني عيني يكترنين البته تغايري بمعنى جواز انفكاك يعني بيش كتمان صفات نبا نسبة ذاتي باري تعالى نخو بخو جواز انفكاك يعني اللي يكتر ناكري قدرات هبه تكوين نبي سمع النبي مثلا او ناكريت انفكاك يعني ليكتر نبي تنبكو انفكاك يعني زي ها تباين يعني معلومه لقال ذاتي باري تعالى اش تباين يعني شلون او صفات باري تعالى ذاته باري تعالى قائمه بذاتي خويا او انا قائما بغير قائما بذاتي باري تعالى انا قائما بنفسي خويا تيجيشتن الان لو تفسيري حالي بون شنو معناه كنوا تكوين صفتك كصفتي افريدغاري كأو صفتيا أسرك هي كشي أسرك إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ويا ده إماتي دلي إماتي بو معناه كوالان ديرا ده إماتا بين أو تعريفه بس لا جاري كان ده إماتا يكلا تعلقات تكوينه دي ده خدا صفتك هي كبوصلة كأو صفة أسرك هي كأدي كأو صفة أسرك هي كشيء أسرك إماتة كشيء إماتة كإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود باش أقول دوك هتكون روحي قوي معدومك كموتة معدومك دعاء معدومك كموتة خارج ذاك العدم را كواخو موجود وجودي يا امريكا عدم 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 وجود عدم وجود عامله محمولي ولا رابطي منزوره اها موت كمعدومه بعدمك رابطي بسبب صفتي تكوين خداوني متعال خارجي لك لو عدم رابطي لا وجودك رابطي كشي وجود رابطك كموتك دك بصفه بو زيدي زيدي بيوم التصيف دك او دبت وجودك رابطي بو موتي او عدم وجود دير عام لوجودي محمولي وجودي رابطي حاليها لعدم محمولي را خارجك بولاي وجودي محمولي وكم مني شل صار لو بيش كعدمك محمولي مهبو مني خارجك بولاي وجودك محمولي وجودك محمولي بمن بخشي بنيا يان لعدمك رابطي را خارجك بولاي وجودك رابطي موت كعدمك رابطي هبو موت كبوم زيد نبو عدمك رابطي ايدي موت يعدم لزيد بو زيد نبو او موتا خدا واني متعال بصبب صفة تكوين أو موتى كمعدومة بعدم كرابتي خارجي دكار لو عدم رب لا وجود كرابتي زيد في يوم التصيف دكاتا زيد دكات زيد يوجد له الموت تجيشتن عدم جهروات شون بلى عنقام معدومة أو عدم محمولية حمل بكرة تسرشتك أو جاب بلى ها موت معدومة 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 بو زيدي يعني زيدي في يوم التصيف النية أو عدم رابطية عدم رابطية شو حاليبون جاء التكوين بلا ما تريدية صفة لله تعالى صفة أبو باري تعالى كده لن صفة يعني شي كتبان صفة كتبان العلمي كلام ده بو صفتي ذاتي ثبوتي ده شتوى صفتي فعليش مان هن صفتي سلبيش هيا صفتي نفسيش هيا صف ونيا صفات الأفعال وصفات المعاني وصفات معنوية وشندين إطلاقها بلام صفات ككترة بمطلقي صفات المعاني منزورة صفات المعاني يعني أو صفتيك داري وجودك محمولية وصفتي باري تعالى يوم خداي بيوم التصفة وكو ذاتي باري تعالى أزلية أوج أزلية فقط أوندي الذات نية قائمة بذاتي باري تعالى بخوي قائم نية بنفسي خوي أهو أها جا دليل يعني شيء ما تريدية دليل يعني شن دليل يكي كان أويا لإطلاق العقل والنقل على أنه خالق للعالم لإطباق
لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم ومكون له، وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به. شنك إطباق يعني اتفاق، اتفاق هي العقل الدليل عقلي والنقل ودليل نقلي، هردو كان اتفاق يعني هي. هم دليل عقلي هم دليل نقلي، البتة دليل عقلي لطرف إنسانها كان عقلها و نقل ترد بعقل كاني ماترياليستا وأوان نخو أوان اتفاق يعني هي لسبب كخدا خالق عالم بهتن، اتفاق يعني هي لسبب كخدا خالق عالم نية ثانية هم بعقل، أنا ما دلهم بس عقل لكن لإطباق العقلي خوان عقل يعني ثانية آخر شنكن دليل عقلي عقلي الصحيح دي عقلي فاسد أو عقلي فاسد يعني هي كذا عقل يعني عقلي صحيح يعني عقلي فاسد يعني هي با عقلي السقيم اتفاقي هي عقلي الصحيح والنقلي نقلي الصريح هردو كان اتفاقي يعني هي لسرشي لسرويك خدا خالق عالمه ومكون عالمه خالق ومكون هل بيجمع معنا كتمان أو الرشي خلق أو الرشي تكوين خلق وتكوين الفاظ مترادف بوندي بايا داي دليل عقلي صحيح ودليل نقلي الصريح اتفاقي يعني هي لسرويك خدا خالق العالمه و وامتناعي دي خو كتوش معنى ممتنعة يعني الامتناع توسى إطباقي الامتناعي أو الصغراب ها الله خالق للعالم صغرايا أو صغرايا بعقلش ثابتة بنقلش دليل نقلي كزور زور وني لقرآن ولا حديث دليل عقلش بيشيك أو دليل ما كي خالق عالم الله خالق عالم والمحدث للعالمي بوني بدليل عقلي ما ثابت كير بس هم دليل عقلي لسلك الله خالق ومكون هم دليل نقلي أو الصغرى كبرى خو معلومة هر كسك مشتقك بو ثابت كرا دبي ما أخذ اشتقاقك بو ثابت بي بس ما أخذ اشتقاق خالق كخلقة ما أخذ اشتقاق مكوين كتكوين دبي بو خداي ثابت بي چونك ممتنعة وامتناعي ممتنعة إطلاق بكري اسمك مشتق كما خالق مكوينة على الشيء كباري تعالى يا إطلاق بكرة تسر باري تعالى ببيوي كما أخذ اشتقاق أو مشتقي وصفك بيتن لبو أو شيء محمول محمول محكوم عليه أو قائم بيتن لبو شيء محكوم عليك أو محالة ناكلة أجل مشتقك تحمل كده سر ذاتك حتما دي ما أخذ اشتقاق أو مشتقي بو يثابت بيتن جامعش دلان ما أخذ هشاء دليلية دلان راسة صغرى كشت صحيحة كبراكش صحيح بلا مدعاك في ثابت نابي ما أخذ اشتقاق خالق بو خدا ثابتة أقدر لي خلقي بمعنى مصدري بلا يوم جلين ثابتة بلا مدعاك في ثابت نابي شكرا تدهي صفتي خلق ثابت بك نك خلقي معنى مصدري أقدر لي والله دلال أو الدليل لسلوي كما أخذ اشتقاق خالق كخلقي بمعنى اسمية بو خدا ثابتة دلال بلا خلقي معنى اسميش بو خدا ثابتة بلا خلقي معنى اسمية هم عنده بيتا قدرات صفتي قدرات انا صفتك دليل ني على سلوك او صفات اشتق غير قدرات بيتن هل او كاريا قدرات ديكا شد دليلك هيك غير قدرات بيتن انا مش صغرى وكبرى ما ودي اتفاقي هم معنا بلام او مدعي في حساب النابي كصفتي خلق صفتك صفتي تكوين وصفتي خلق صفتك غير صفتي قدرات او في حساب النابي بل ما اخذ اشتقاق خالق كخلقه هم بمعنى اسمي هم بمعنى مصدري كايجاد كردنا إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود هم بمعنى اسمي كصفتك كمبدأ لبو أو أسري بو خدا ثابتة هنيا بلام صفتك شيا صفتي خلق صفتي آفري دقاري همان صفتي قدرتها نكشتك غير صفتي قدرات بيتا هل أرزم بون صفة لله تعالى أزلية صفتك شيا تكوين دي تكوين مكوين لشي شخيرا هو تكوين باب تفعيله ايدي ما اخذ اشتقاق يعني اشتك اشتي لي شخ كراوا لا شي شخ كراوا مكوين التكوين شخ كراوا جاء تكوين لا كان شخ كراوا اتو دشي اثر بالواسطه كان اما بس بالذات كي دك بالذات لا شي شخ كراوا لا صحيح غير لا مصدر كشيا كتكوين جاء تكوين لا شي صار كراوا مصدر مزيدش لا مصدر مجرد صاص جاءت واسطة كان في دمره حاليبون صفة لله أزلية صفتك شيا أزلية باري تعالى هل أزل أو صفتيها بوا لوجوه شوار دليلان هي دليل كانشن الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته جاء ما بيشوي كهربش نسر بحث كان أمن أو تأكيد لسر كردوا
هر چی کی باری تعالی لکلام خویدا یان لکلام رسول خویدا صلی الله علیه و سلم بو خو ثابت کردو ائما معتقدین که او شنه بو خدا ثابت حال ارزم بون هر چی کی خدا لقران دا بو خو ثابت کرده به نسبت دا به بولای خو یان لاحادیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بو خدا ثابت کرابه ائما اهل سنت معتقدین ا وانا بو خدا ثابتن جاء اگر استعدادی و من هبو مغزمان اونده توانایی هبو بچین لقصه علماء حالی بین که آیا اوانا صفتن دارای وجود محمولین یا فقط وجود رابطین هیا صفتی ذاتین یا او اگر او استعداد من هبو و دوشی دکوین اگر او استعداد من نبو تنها لحوط صفتکانی که خویندو مانا لویده معتقیدن که اوانا امر زائد لسر ذات باری تعالی نو قائم بذات باری تعالی اوانی تر لازم ناکه ایمال سری بروین حالی ها؟ ناچم او عقائده با صوفی محمودی بلن بدرس بو چونکنی او خو حالی نابتن لوشته تگیشتی او کتبه بو علما داندراو اوی که لازمه او بزانیتن اوی خداوانی تبارک و تعالی بو صفاتانه و بناسه که خداوند متعال عالم خال مثلا حی سمیع بصیر متکلم مرید ونیا مکوینه ابو صفات بناسه جلح و تکاند که مورد اتفاقی هر همی اهل سنت اوج دیو بزانی که اوانا صفت باری تعالی نو صفت ذاتی باری تعالی بلام لوانی تردا لزوم اکینی کسا که ذهنی هزم ناکا بیتنو خریکی بیتن بلکو حرامی شبو بعض کسک نبوكتي تعني بسلف بيك كان بوشيبو للقاصي اللي عن تحصيل اليقيني كسك عاجز حرام علمي كلام بخوينيته حالي عرزن بون اها جاقر فقيكش استعدادي او يقينياتي نبو حرام علمي كلام بخويني اقبه وسبب خيني علمي كلام شو بهيبو بيدا بيتم كوابو فقيده بخوي اماده بكا للحازي علمي و للحازي مبادي ومقدماته كبو كلام لازمة جا كلام بخويني دنا مستقيما بيت كلام بخويني مجر تواناي وزكاوته كي فطري خداواني متعال بيدا بي دنا خيني علمي كلام بوي حرامة اگر ذهني تحملي برهان ويقيني نبي حرامة كلام بخويني دن او هلا اول عقائده كي دا خويني ما ناوش دي بو شوار طائفة حرام بوي دي يكا كان او بوي تجيشتن زور تشاك الأول أنه يمتنع قيام الدليل أول كتكوين صفتك الزائد لسر ذات باري تعالى غير صفتكاني بيشوية غير قدرتوانا أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى دلما جاء دليل سروي كأزلية جلك أو بو أزلية كي دينتاو أو يكا يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى تدقن أو شوار دليل دليل بوشي أزليتون أها أزلية چونکه نخو معلومه تکوین کتوم آن ثابت مانکر که صفتی خدایا ما توی باو دلیل پیشو ثابت مانکر که صفتی خدایا با دلیل عقلی نقل البته کتوم آن ناتوانی ثابت که صفتی غیری قدرته برام اول جی خوی بر حال وادا دنیم که ثابت بو که صفتی غیری قدرته جدلا او صفتی که چیه ازلیه بو ازلیه یک اول چونکه نه که صفتی باری تعالیه که حادث به محال قیامی حوادث به ذاتی باری تعالی بو محالا یعن لازم ده خدا بیتا محل حوادث یعن لازم ده اجتماع و نقلی ویا اگر هاتو اوستشتی حادث به و بلای دواتر بو خدا پیدا بو و مخلوق و دوای بو خدا پیدا بو و خدا ده بیتا محل حوادث شتک محل حوادث به بو خوی حادثه غلط خدا حادث نیه خدا انتعال قدیمه تگیشتن اگه بلای نه ولا او صفت حادثه بلام هل ازل و خدا هر هیبوه قتل خالی نبوه لازم دشتی حادث با قدیم ده بین اجتماع نقل این عود داد تگیشتن پس که او بوده بی صفت که صفت که چی بیتن ازلی نلا اینجا صفت تکوینی بمعنا توانائی آفریدگاری او صفت بلای ازلیه بلام او دلیل ثابتی کرد او صفت غیری قدرت بی ثابتی نکر ونی آخر تجيشتن أماش دلهم بلى تكويني بمعنى حدسي كفعل على الأفعال باري تعالى بمعنى اسمي كي صفتك أزلي خدايا بلى مهما صفتي قدراته نكشتك غيري تجيشتن أو دليل بنا غير سرشيا كتكوين بأمرك وجودي دابني تكوين بأمرك وجودي كمبدأ خلق كردن بيتن اوي دابني راست اوه دبت صفتي خدا معلومة صفتي خدايا خوشتي حادثش نابت صفات بو خدا واني متعال بس كوابو دبي ازلي بي بل ادلين وايا
برام تكويني أبو معنى أجر بقري هما دبيت قدرتك نابي تشتغيل قدرت أجر بمعنى حدسيش بقري ولا الدليل كهر جوابنا هذا توا وقتي تكوين معنى حدسي بقري معنى حدسي أزلية خلق كردن أزلية لوقت إذا كخدا مخلوقي خلق دك أو جا خلق كردن كرودة ذاتا أو صفتي خداش نية خلق كردن صفتي ذاتي صفتي فعلية يعني أمر اعتبارية يعني لتعلق صفتي آفريدقاري باري تعالى بو مخلوقة ومعناك بناي خلق كردن انتزاع ذاك ليتن يلا فيا أمر اعتبارية هل أرزن بون؟ أو دليلة إثباتي ويناك كتكوين معنى حدسي أزلي بيتن أوش خناي هويت ما تريد ده هو تكوين معنى حدسي بكاتا أزلي هناك هز أو كارينا كاتن أدي منزول هو تكوين معنى اسمي بكاتا أزلي تكوين معنى اسميش بلا قبول معنى أزلي بلا هر قدرتك نكش غير قدرات بيت تجيشتن دليل دوم الثاني بود زان صفة تكوين أزلية أنه وصف ذاته تعالى في كلامه الأزلي بأنه الخالق خدا وصف ذاتي خوي كردوه لك كلام أزلي كي خوي ده كقرآن وصف خوي كردوه بشي بواك خدا خالقه هلا قرآن ده هي ككلام أزلية بس كوابو خدا تعالى كنج خالقه هلا أزل شو كلا كلام أزلي خوي ده خوي بخالقنا وبردوه خالق من مكونه ده جباشا بس كوابو ده بكنج خالق به هلا أزل ده به خالق بيتن فلو لم يكن في الأزل بس ده بخلق صفتك أزلي بيتن چون که لازل دا خدا خوی به خالق ناساندوه خوی به خالق متصف کردوه فلو لم يكن في الازل خالقا اگر قرار به خداوند متعال لازل دا خالق نبی لحال دا لکلام ازلی خوی دا خوی به خالق ناو بردوه اگر لازل دا خالق نبی صفت خلق نبی لازل دا لزم الكذب یعنی لازم دا کذب و درو چون خدا لازل دا خوی به خالق ناو بردوه خلق کشی نبوه خوشی به خالق ناو بردوه او کذبه محال ابو باری تعالی يان دبي بلي والله خدا خوي بخالقنا وبردوها بلام خالقي بمعنى مجازي يعني شي خدا لا ازل دخوي بخالقنا وبردوها بلام خالقي بمعنى يعني خالق فيما يستقبل خوي بخالقنا وبردوها لا ازل دا كتتي امن خالقا بلام خالقا يعني شي يعني ايجاد الشي دا كامل ما لا يزال لا عيند دا كلمه معناها كي مجازي اخر هني اخر يان بلي خوي بخالقنا وبردوها بس معنى يعني معناها يعني من قدرته هي لسر خلق که خدا خوی به خالق ناو بردوه یعنی چی؟ توانایی خلقم هیا دبی اووی او جبیت معنای که مجازی خلادن لمعنای حقیقیش بو معنای مجازی ببی صاریف ببی قرینه صاریفه درست نیه حالی هم معنای حقیقی خالق چیه؟ که خدا وانتو ها صفتی خلقی هبه بالفعل او معنای خالقه اتو بلینا ولا خالق بمعنى اویا يعني تواني خلقي هيا يعني بمعنى اويا لآيانده داده بيت خالق او ده بيت معنى مجازي شون ديني كلامي باري تعالى لمعنى حقيقي رأى الله ده بولي معنى مجازي ده حالك ده هيش صاريفة كش ده قوري ده نية اگر معنى حقيقي متعذر بو ممنوع بو جال لا داده بولي معنى مجازي خلي ده معنى حقيقي كممنوع نية كبلي خدا صفتي خلقي هيا لأزل ده ممنوع نية فهو معنى اگر بلی خدا عنی متعال که لازل ده خالق شکی تدانی خوی بخالق ناو بردوه اگر لازل ده او صفتی نبی حال بدر نیه لازم الكذب یعن کذب لازم دیتن صفتی خلقی نیه خوش بخالق ناو بردوه او العدول الى المجازی یعن لازم ده لادم بلی معنی مجازی بلی والله خالقه که خدا لازل ده بخوی ثابت کردوه معنی مجازی هیه یعنی چی؟ یعنی ایل خالقو فیما یستقبلو یعن فیما یستقبلو یعن بلی الخالقو یعنی چی الخالقو یعنی القادر على الخلقی دبيو يكي لوانا بقري ديد حالك العدول الى المجاز من غير متعلقه بالعدول لازم دي لا بدريت او معناها لكلام ازلي باري تعالى دا لا بدري بلاي معناه مجاز من غير تعذر الحقيقه ببيوي كمعنى حقيقي كج ممنوع بيتن تقول خالق الازل دا يعني صفتي خلقي هي خو معناها كم متعذرني ومشكلني يا حاليا بيجلوا اگر بینی به معنای مجازی معنا بکیه و بلی خالقی لکلام ازلی که بو خدا ثابت کرده و به معنای مجازیه یعنی قادری علی الخلق خو او وقتی ولا دبی اگر وابیتن هر چیشتی که خدا قدرتی بسر ده هيا بتوانی به مشتقک حمل کی سر خدا پی بلی اسود چون خدا متعال قدرتی هي لسر خلقی سواد پی بلی ابیال چون چیه قدرتی هي بسر خلقی بیال اگر قرار به خالق به معنای مجازی اطلاقی ببری تعالی دروز به هر چی که خدا قدرتی هيا بسرده ده بیاج به معنا بتوانی به مشتقه کی حمل به کسر باری تعالی کناش توانی حالی ارزم علی انه بیج گلاوشته
كتمان لادان لمعنى حقيقي ولا معنى مجازي ببي تعذر امكان بزيرنيا. لو جاز اطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز اطلاق كل ما يقدر هو تعالى عليه من الاعراض عليه، لجاز اطلاق كل ما يقدر هو عليه من الاعراض عليه. ويا عليه كترجنيا دو عليه دي اطلاق الخالق عليه، اطلاق كل ما يقدر هو عليه من الاعراض عليه دو عليه دي اها. اجر اطلاق خالق لسر خدا دروز به بمعنى قادر على الخلق بمجاز لغه او دروز به دروز به لغه لا لغه دا او شته دروز به بلي خالق يعني شي يعني قادر على الخلق لجاز دبول للغه دا دروز بها اطلاق بكري هر شي شتكي كخدا قدرتي هي بسر او شتي دا كشي شتكا من الاعراض الى اعراض كخدا قدرتي هي بسر بيال دا بسر سواد دا دبي دروز با اطلاق وانج بكري لغه علي اطلاق بكري لسر شي نسى باري تعالى في بلي أبيال يعني شيء أبيال يعني قادري على البيالة، أسودة يعني قادري على السوادة كشي لغة أو يندروس ني تجيشتن جوابي أو دليل الشيان إما أو أبدينوا بلين بلين خداون تعالى كلامي أزلي خوي دا خوي بخالق ناو بردوا شكي تيدانية. واني آخر أجر خالقي بمعنى لرشي خلقي بمعنى اسمي بقري واني بلا خدا أن تعالى أزل أو صفتي هي وهيش كذبة كجرونا ده لا أزل أو صفتي هي بلا ما أو صفتها من صفتي شيء قدرة حاليا أجرجنا ولا خالقي بمعنى حدسي بجري خالقي بمعنى حدسي أو وقت ناتوني لا أزل خالقي بمعنى حدسي بمعنى حقيقي بخدا ثابت كي خالقي بمعنى حدسي بلا خدا أن متعال خالقة يعني إيجاد شتي كردو لا أزل ده بالفعل إيجادي كردو متعزلة شو كي وقت لازم لمخلوقات هم عن قديم بل شو كي خلق معناه كحدسية ده بخالقة كبي ومخلوقة كجبي جا خلق رودة ده أقبل خالق بمعنى حدسي لا أزل ده بوخدا ثابت كراوا بمعنى حدسي كمعنى حدسي ثابت كراوا ناتواني بمعنى حقيقي بقري أو جاركانا بو ناتواني بقري شو كي وقت لازم لمخلوقات هم عن قديم بل أدي بيشوف كي لا بدي بولاي معناه مجازي بلي خالقة يعني شي يعني خالقة فيما يستقبلين قادري على الخلق لا دان لمعنى حقيقي رب ولا معنى مجازي دير دا لبرخات يوشك الصارفة يا ناتواني معنى حقيقي اللي بقري وين لا يددين ولا معنى مجازي تجيشتن صارفة هي يدي صارفة كش واضحة شون كنا يقبلها والله معنى حدث يكي أزلية خدا بالفعل لأزل لشي خلق كردوا دا وقت بي مخلوقات همان أزلي بن كمخلوقات هي كان أزلي ني همان حادثة بس ناشاري خالقي اجي معناه حدثي بقري حمل كيسر معناه مجاز يعني قادري على الخلق يعني قادر فيما يستقبل بقري بمعنى اسميش بقري خالقي معنى اسميش بو خدا ثابت كرا ولا كلامي ازلي لا بلا معنى اسميك همان قدرتك يا نكشت غير قدرتك بيتا تجيشتن ككتي اجر وابي خالقي معنى مجازي بقري دبي وابي اطلاق اعرالي ترجمك وسر باري تعالى ده لغه إما دلنا خو تنهاشتك دروس إطلاق جزء باري تعالى كلا شرع دواريد بيشتك وارد نبيتين إطلاق جزء باري تعالى هالدروس نشر إجازة نداو حال أرزم بون الثالث دليل سهمي كقدر تكوين صفتك أزلية أوي أنه لو كان حادثا أجر صفة تكوين حادث بمخلوق بايا فإما بتكوين آخر ياخد وان متعال أو تكويني كحادثة بس بتكوينك تر دروسي دك شون كهرشي خدا دروسي بك بس شي دروسي دك بصفتي آفريدگاري درستي دكا اگر تكوين حادث با يان خدا بسبب صفتي تكوينه كپيشتر هاي بوا او تكوينه دوامي درست كردوا دي او جالكان او تكوينه پيشتر شون بلا اوش حادثة اگر وابي بتكوينه كتر درستي كردوا اوش فيرزمو التسلسل والتسلسل رودة دواه محال كتشيا محالة تسلسل محالة هرچه كي مستلزم محالي بي محالة بس خدا صفتي تكويني خوي بتكوينه كتر درستي نكردوا دي ويلز جاخو محال محالش بيتان ويلزم منه استحالة تكون العالمي أخا جا محال بي أو تكوين قرار بي بتكوين كي تدرس كرابي تسلسل ومحالة واني آخر كبا تكوين كي تدرس نكرا وكذبه أجل وابد خدا تكوين وآفري ديگاري نبي كآفري ديگاري نبي فزبي أو عالمش خلق نكرد بيت تجيشت اگر تسلسل رو ده تسلسل محاله هر چی که مستلزم محالی بی بخوی محاله پس صفتی آفریدگاری بو خدا دیگه بشه بیتن اگر حادث بید محاله
كما حال بده بخدا أفريدگار نبي كأفريدگار نبو ويلزم منه استحالة تكون العالمي ليرا لازم ديتن لو محاليتك لزومي تسلسلة لازم دي محال بي بوجود هاتني أو عالم يدبي عالمش بوجود نهات بيتن محال بي بوجود بي مع أنه مشاهد لقلوا يك عالم كبتشاو دبين دري هني آخر بس كوابو تكوين دبي حديث نبي أجا حادث بيه بتكوينك كتر حادث بوا أو تكوينك ترجع روالة تسلسل ده محالة كوابو تكوينك بوخوي محال ده بيه كتكوين وآفريد قاري خداج نبي ده بيه عالمش بوجود نهيته ده حالك عالم بوجود هاتوا أجا روابي أو شقية منتفية كبلي التكوين صفات تكوين خدا بتكوينك كتر بوجود هات بيه خدا تكوين صفات تكوين بوخوي دروس كرده بيه بوسيلة تكوينك كتر شك أو محالاني هم تسلسل لي ولازم ديتن هم خلافي بداهتي لي ولازم دي خلافي بداهت أو جواك بلا ولا أو عالم مشاهدة بوجود نهاتو وإما بدونه كتمان إما فإما بتكوين آخر وإما بدونه يعني بلا صفة تكوين خدا حادثة ومخلوقة بلا ببي تكوينك تر ببي ويك خدا خلقي كرد بيتن صفة تكوين بو خدا خلق بو ببي ويك خدا خلقي كرد بيتن لازم كاش دي فيستغني الحادث عن المحدث اقرب لازم دي بلا ولا حادثك بنياز المحدث اقرب خدا خلقنا كردو ايدي كدلي هي او صفته بو خدا پیدا بو بلا نكبه وك خدا پیدا كرد بيت بتكويني باري تعالى نيه بوك خدا خلقي كردو ابوا نيه بو خدا پیدا بو حادثه بلا نكبه وسيله وك خدا تكويني كرد به بوجودي هنا بيت أو حادثة نيازي بمحديث نيا والإحداثي لازم ديتن أو حادثة بنياز بلا محديث وبنياز بلا إحداث لخلق خدا خلقين كردوا ببي خلق خدا بو خدا بيدا بوا حادثة شها حادثة بيدا بوا لما لا يزال دا ببي وك خدا خلقي كردوا بي أقبل خدا خلقي كردوا بتكوين كتر خدا خلقي كردوا تسلسل رودة دا أقبل نا والله بو خدا بيدا بوا لما لا يزال دا أو صفتها ببي وك خدا خلقي كردوا بي قرابة أو حادثة نيازي بلا محديث وإحداث نو احتياج إلى خالق وخلق نبو دي وفيه تعطيل الصانع اللي يرد كبلي ولا أو حادثة نيازي بلا محدث نيا اللي يرى لازم ديتان تعطيل الصانع خدا الصانع كاري صنعي هيا كاري خلقي هيا لازم تعطيل بك يعني بكاري بك بو بكاري بك شونك بالنسبة أو حادثة يا خدا خلقي نكربو بالنسبة خدا بكارة أو خلق نكردوه که اوی خلق نکرده بود شتی ترش به وسیله اوی خلق دکه خداش تکانی ترش به وسیله صفت تکوین خلق دکه که صفت تکوینی خلق نکرده بود که حادثه شتکانی ترش همو یعنی وکو تکوین حادثه که وابوده بی اوانش خلق نکرده بود چوکی ترجیحی بلا مراجحه منش حادثه حقیقتا اگه صفت تکوینی خداش حادث بیده اتو بلای والا صفت تکوینی خدا حادثه بلام خدا خلقی نکرده هر بخوی به وجود هاتوه دايم منش حادثه ما قالوا منش هرب خون بوجوداتهم خدا من خلق نكدو هل كمان حادثه وقت يدي صفه تكوينش حادثه منش حادثه اگر صفه تكوين حادثه ببي محدث پیدا بوا منش حادثه ما كو صفه تكوين كوا بو دبي منش ببي محدث پیدا بوا قالوا لي صانع اشكاله بكار ده منيت بقول تكوينك بتكوينته نبو صفته تلو امي تكوينك خدا خلقي كردوا بصفتي قدرات خلقي كردوا دي اجب صفات قدرات خلقي كرد بيتن خداواني متعالى وجرد بيتن محل حوادث وني اخر تكوين خدا خلقي كردوا بعد شي خلقي كردوا بصفات قدرات خلقي كردوا ده وقتي او صفاتش تكوينش بصفات دابني تكوينك حادثه شلون دك لي خداش خداواني متعالى متصف بحوادث بيت الراديو كان كنا بتصفات انا بتصفات انا جوج تكوين حادثه دلين تكوين نا دلين تك أبلين بلين نجوب ده بلين كاكا كم تكوين منزورة أجر تكويني بمعنى اسميت منزورة هالي أرزم بون أهم عند بيتها قدرات دليل يعني على سرقة غير قدرات بي أجر تكويني بمعنى حدثيت منزورة أو تكويني معنى حدثي حادثة بلام نيازي بولاي خالق نيا أمري اعتباري خلق ناكري خو وجودي نيا تا خلق بكريتن حالي عرضن بون شونا تابلو بتكوينه كي تربو وتسلسل اوانا رو بداتن اگه بمعنى اسمي دقري او هر قدرات الدليل نيا لسلوه كغيري قدرات بي اگه معنى حدثي دقري والله ما دلين حادثة او معنى حدثية وايدي خلق كردن حادثة الآن كخدا مني خلق كد خلق كردنك بيدادة بي بلام أمر اعتباري نيازي نيا بولايشي
بلا يوي كيف تكوينه كتريها بي وأيش تكوينه كتريها بي وفلان وأوانا يعني بلين أو تكوينه بيدا أبوه بتكوينه كتر كتكوينه كعيني خويتي نغير خويتي أو نعم مثلاً كهم أنا دلنا وجود موجودة بوجودة كعيني خويتي ليش شو نيو جاوبين بلان جا جواب كده الآن دقيقة ليرنا توين توزيح بدين بحال سلبي ناروين باشا الرابع دليل الشوارم كتكوين أزلية أنه لو حدث أنه لو أحدث لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهزيلي من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه دلين أجر لو أحدث أجر يملين لو حدث شهر دبيتا أجر تكوين حادث بايا مخلوق با صفة تكوين مخلوق به لحدث أو وقت حادث بوا وبيدا بوا ين لذات باري تعالى لا صفة بيدا بوا وخلق بوا وبوجود هاتوا وقت خدا دبيتا محل حوادث كمحالة قتمانا يملين أو تكوين صفة تكوين حادثة بيدا بوا لما لا يزال دا بلام نقل لذات خدا دا بيدا بي قائم بذات خدا بلكو شيا أو صفتها لشتكي تردا بيدا بوا لمخلوقات دا بيدا بوا أو صفة تكوينا لمني مخلوق دا أو تكويني خدا بوجود هاتوا من دب ما محل حوادث منش حادث باب ما محل حوادث تبي وابل يدي جاوش كما ذهب إليه أبو الهزيلي يان دبي أو صفتي حادث ببي بيدا ببي لما لا يزال لذات خدا دا خدا دا محل حوادث أو باطلة أو في غيره يان بلين أو صفتي حادث بوا في غيره لغير ذات باري تعالى لما لا يزال أو صفتي خدا بيدا بوا بلان لزيل دا صفته پیدا بو او هيا اقصد لا وكو ابو الهزيل واي كتو كشي كتو ابو الهزيل كتو تكوين باري تعالى لبو هر جسمك تكوين خدا لبو هر جسمك او تكوين قائم به قائمه بو جسم مخلوق يا وبو مكون يا جاء غير وابي او هر باطل باطل اقصد بديهي البطلان بو چونكني او وقت اگر قرار بالصفه تكوين خدا قائم به بجسمك وا دبي بتوني حمل الكيسر جسمك هر شتكي قائم بشتكي تلوه دبي بتوني حمل الكيسر بي بيقول همو جسمك شيا مكونه همو جسمك شيا خالقه كهو باطله چون جسم مكونه وخالقه بو دبي بتوني بلاي مخالقه چونك خالق بكسك دلان كخلق قائم به بوي وا مكوين كسك كتكوين قائم به بيو ده او ده لخو تكوين قائم بو جسمه يوا پس جسمك ده بيش بيتن مكوين بيتن فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه كهو باطلة جسم خالق ببو نفسي خوي شو كتو ده صفة خلق قائمة بجسمك يوا جسمك بيو اتصافيه كجسمك بيو اتصافيه بيد جسمك ده بيت خالق بو خوي جسمك ده مكوين بو خوي اوش باطلة ولا خفاء في استحالتي هيش خفاني لو ذاك أوشتيا محالة كجسم خالق ومكوين بنا جا جسم نهر غير جسم شو آية أن تكوين كل جسم منظور فقط بو أجسام نية وأبو الهزيل بو غير جسم جهر وضع لك أو مثال مثلا مثال بجسم حالي أعزمون شونا بس كوابو ناكري حادث بي أقل لذاتي خدا دا حادث بو بي خدا دا بيتا محل حوادث لغير خدا دا حادث بيشتي بديه البطلان لازم دي كوابو دي يقول أو صفتي حادث نية خلاص براو هذه شيء صفتك أزلي بلا قبول معنا صفتك أزلية هما قدرتك يا خلاص دي أشكرها وما بنا هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية بناغي أو شوار دليلاني هر شوار يعني لسلوية كتكوين صفتك شبهتا حقيقي بداري وجودك محمولي بأمرك زائل لسر ذاتي باري تعالى به وكو علم وقدرتي بمعنى داناي وتواناي صفتك وابيتا رازدك أجر وابيتا أو دليلاني تدا جارين بلام أو وقتي دليلني على سلوك غير قدرات بيتا أجر تكوني معنى حدثيش بقلي أو دليلانا هر تدا جارين هذا أجر معنى حدثي بقلي أو دليل كو دليل أول تدا جاريبك بلي تكوني معنى حدثي بويا أزلية شونك أجر حادث بلا يمتنع قيام الحوادث بذاتها جا خود تكوين معنى حدثي قائمني بذاتي باري تعالى شونك داري وجودي محمولين يتنيازي ولي موصوفها بيتا حاليا او ني اوهم افعالي باري تعالى هم ويان حادثا افعال كان باري تعالى لازم دي خدا محل حوادث بيتا نخو قائمني بصفتي باري تعالى تباري تعالى بيتا محل حوادث حاليا ارزمون شونا دليل دو ما كش بيدا ورنا هروالا همو بناغي انا سلوك تكوين صفتك حقي بيدا ناقل تكويني معنى حدثي بقري او دليل انا ايش كم ينجوب نادنوا
جباش بترك تكوين صفتك حقيقي به جد الله آخر هيج دليل أجنية كأجل صفتك حقيقي غير قدرات به كأود دليل كان هم اللي جيوا خان محفوظاً تكوينش بصفتك حقيقي ده دنين طبعا صفتك حقيقي أمان قدرته كده بيت التواناي أهلا وهذا فرمي والمحققون جامل لي الرواسين دي بارو لي الرواسين هم ناتوا عن سكتنا كي تواوكي درسي هي سي درسي هي